خير يا ثامن. احنا بدينا المرة الماضية بوحدة جديدة هي برنامج سكراتش. اخذنا كيف منشغل برنامج سكراتش، اخذنا شو هو البرنامج، اخذنا ايش مزايا برنامج سكراتش وكيف احنا منشغل البرنامج، وحكينا انه البرنامج في عنا موقع فري مننزل منه البرنامج صح، وحكينا عن المكونات الرئيسة للمشروع، عرفنا شو يعني مشروع، حكينا شو يعني لبنات رسومية، عرفنا شو يعني كتسات، عرفنا شو يعني كائن، حكينا اللغات اللي بتتعامل معها برنامج سكراتش، وحكينا آخر إشي كيف نسكر إحنا برنامج سكراتش. اليوم إن شاء الله رح نيجي نحكي عن الدرس الثاني وهو ابدأ مع سكراتش. درسنا الثاني هو ابدأ مع سكراتش. ابدأ مع برنامج سكراتش. هلأ أهداف الدرس رح نتعرف بدرس اليوم إن شاء الله. طبعا هذا الدرس رح ناخده على جزئين، حصة اليوم وحصة إن شاء الله الأسبوع القادم. هلأ رح نتعرف على المناطق اللي بتكون منها الشاشة الرئيسة لبرنامج سكراتش، تمام؟ هلأ حكينا بالدرس الماضي زي ما حكينا خطوات تشغيل برنامج سكراتش، وحكينا كيف إحنا منشغل برنامج سكراتش. هلأ الشاشة مقسمة إلى مجموعة مناطق رح نتعرف عليها هلأ. إذا نطلع على هاي الشاشة، هاي شاشة ل هاي أو نافذة برنامج السكراتش، تمام؟ نافذة برنامج سكراتش. إذا بنلاحظ يا مس، هاي أنا عندي النافذة لبرنامج سكراتش، تمام؟ هلا أنا البرنامج سكراتش اللي نزلته على جهازي كتير أحدث من النسخة الموجودة بالكتاب، تمام؟ فهلا لما نيجي إحنا نفتح أو لما تيجي تعملوا داونلود من المواقع الموجودة على الويب نزلوه على الجهاز، راح يكون في اختلافات بسيطة، مش إنه اختلافات كتير كبيرة، اختلافات بسيطة بأماكن، يعني في أشياء دامجينها تمام وفي أشياء لا. فإحنا كل هذا راح نتعرف عليه، تمام؟ هلا بدنا نيجي نتعرف على الأجزاء الرئيسية لنافذة برنامج سكراتش، تمام؟ هلا أول إشي هي رقم واحد شايفينه، رقم اثنين هذا الجزء، هي رقم ثلاثة هذا الجزء، رقم أربعة هذا الجزء، ورقم خمسة بالأخضر، ورقم ستة بالأصفر، تمام؟ إذا بتتكون النافذة عندي من ست أجزاء رح نتعرف شو هي، تمام؟ هلأ رقم واحد اسمه منطقة أشرطة الأدوات، تمام؟ منطقة أشرطة الأدوات. رقم اثنين اسمها منطقة المنصة، تمام؟ منطقة المنصة. رقم ثلاثة اسمها منطقة الكائنات، تمام؟ رقم أربعة في عندي منطقة التحكم. رقم خمسة في عندي منطقة المقاطع البرمجية. ورقم ستة في عندي منطقة أنواع البنات، تمام؟ هلأ هدول أنا في عندي ست مناطق تقريباً، رح نيجي نحكي بأربع حصص أو خمس حصص عن هدول الأجزاء وكيف رح نشتغل بكل جزئية، تمام؟ اليوم بدرسنا رح نيجي نحكي عن ثلاث مناطق، هي منطقة أشرطة الأدوات واحد، تنين اللي بالأسود، بعدين عندي بالأزرق هي منطقة المنصة، وثالث إشي عندي منطقة الكائنات، تمام؟ إذا راح أحكي عن منطقة أشرطة الأدوات، بعدين راح أجي أحكي عن منطقة المنصة، وراح أجي أحكي عن منطقة الكائنات. بدرس اليوم إن شاء الله راح أجي أحكي على منطقة أشرطة الأدوات، من شو بتتكون. إذا اليوم درسنا اليوم راح يحكي لنا عن ثلاث مناطق، تمام؟ منطقة أشرطة الأدوات، ومنطقة المنصة، ومنطقة الكائنات. بس أنا يعني درسنا اليوم رح أجزه على حصتين، حصة رح ناخد جزء اليوم وحصة إن شاء الله رح ناخد الجزء الجاي. هلأ نيجي نحكي على منطقة أشرطة الأدوات، تمام؟ أول جزء. هلأ هاي تحتوي المنطقة على أدوات، على شريطين، تمام؟ على أدوات المنصة وعلى الأدوات الأساسي، تمام؟ يعني تحتوي على شريط الأدوات الأساسي اللي هي الهاردوير، وفي عندي الأدوات المنصة اللي هي السوفتوير، تمام؟ إذا أنا هاي المنطقة، منطقة أشرطة الأدوات، تحتوي لي على نوعين من الأشرطة، شريط خاص بأدوات المنصة وبنحكي لها خاصة بالبرمجيات السوفتوير، وفي عندي الأدوات الأساسية، شريط الأدوات الأساسي الخاص بالهاردوير، تمام؟ هلا لو بدنا نيجي نطلع يا مس على شريط الأدوات الأساسي، شو تعريفه؟ هو شريط يظهر في أعلى الشاشة يحتوي على مجموعة من الأدوات الأساسية مثل جديد، فتح، حفظ،
ولا حتى اللغة والإضافات، تمام؟ هلأ اللغة